كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. باي باي يا وزير، باي باي. حضرنا إلى هذا الشكل النضالي أو هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة تماشيا والبيان الوطني صادر عن نقابتنا بخصوص تجسيد أشكال نضالية احتجاجية بسبب القمع الذي تعرض له رفاقنا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في محطتهم النضالية الأخيرة الممركزة على مستوى مدينة الرباط. وبالتالي الحضور ديالنا لهذه الوقفة الاحتجاجية جاء احتجاجا وشجبا لحملة الاعتقالات التي استهدفت حوالي 25 تقريبا ديال الأساتذة اللي فرض عليهم التعاقد، لا لشيء إلا لاحتجاجهم السلمي ومطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي رفاقهم وباقي الأساتذة المرسمين مع وزارة التربية الوطنية. كذلك نحتج وجئنا لنندد ونشجب جميع القرارات التعسفية التي جاءت في عهد هذه الوزارة التي لم تحل ولا ملف واحد، ولا نقول الوزارة فقط وإنما حكومة منذ الربيع العربي منذ 2011 والملفات التعليم لم تبرح مكانها. احتجاجنا منطقي من هذا المدخل، وكذلك احتجاجنا يعبر عن سخط الشغيلة التعليمية عموما لأن مجموعة من الملفات لم تبرح مكانها. ملف التعليم الأولي، رغم أن التوصيات سواء ديال الأمم المتحدة أو التوصيات اللي كترفعها الدولة وشعاراتها حول النهوض بهذا القطاع، نلاحظ على أن المربية التعليم الأولي لم يستخلصنا مستحقاتهم المالية منذ بداية هذا الموسم الدراسي. أين هو شعار الجودة؟ أين هي مجموعة من الشعارات الأخرى؟ ملف حملة الشواهد العليا، ملف المساعدين التقنيين والإداريين، ملف الدكاترة من داخل القطاع، صراحة هي مجموعة من الملفات التي أخرجت التشغيلة التعليمية عن بكرة أبيها من أجل قول لا لهذه أو لا لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها هذه الوزارة والحكومة عموما. احتجاجية تضامنية مع ما تعرض له أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الرباط من سحلين واعتقالين وغيره، وبالتالي احنا كمكتبي اقليمي للنقابة الوطنية للتعليم اتخذنا قرار الإضراب ديال اللي درناه اليوم 9 أبريل، ويعني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية اللي كنحتجوا على هذا السلوك اللي ماشي سلوك ديال يعني ماشي سلوك دولة. بالتالي رجل التعليم يجب أن يكرم لا أن يعتقل، والحال أن هذا رجل التعليم شنو كيدير؟ يعني كيعبر على رأيه بشكل سلمي وحضاري، ملف مطلبي عالق، الأساتذة اللي المفروض التعاقد كنطالبوا بإدماجهم في الوظيفة العمومية، لا شيء غير ذلك، يعني رجل تعليم يعني يناضل يعبر عن حقه في التعبير كيتم اعتقالهم. وبالتالي احنا ككونفدرالية ديمقراطية كنقابة وطنية للتعليم إخواننا في المكتب الوطني قاموا باللازم ذات الجلة ديال المتابعة فيها مجموعة ديال الإطارات التقدمية والنقابية من بينها نقابة وطنية للتعليم واللي قاموا باللازم، يعني هاد الإخوان تم الإفراج عليهم عنهم، وحنا يعني سميتو يعني كنتمنوا هذه القضية هذه. بالنسبة للاحتجاج حنا احتجاجنا آخر، المكتب الوطني ديالنا يعني دعا نهار 10 اللي هو غدا إضراب وطني مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المديرية اللي تكون نهار 15 في هذا الشهر الجاي، يعني 15 أبريل الخميس المقبل. بالتالي هذا وضع اللي ماشي سليم، وضع ماشي صحيح باش يتم يعني التنكيل برجل التعليم، باش يتم التنكير ويتم الضرب ويعني السحل ديال رجل التعليم. وبالتالي يعني هذه وضعيه ماشي صحيحه وكيخصها اعاده الاعتبار وخاصنا نضامنوا الى حين تحقيق المطالب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.